المهندس هاني بارزي أحد المعنيين بهذه الوثيقة من واقع دوره كمصدر رئيس المجلس التصدير للصناعات الغذائية. باشمهندس هاني، نحن لسنا بدعا من اقتصادات العالم، ولدينا مجال تنافسي ضخم للغاية في محيطنا وأبعد من محيطنا بقليل. ما الذي يمكن أن يطلب من الدولة لتحفيز النشاط الصناعي بشكل عام وبالتالي النشاط التصديري للمصدرين المصريين؟ شكرا دولة الرئيس. السادة الحضور، أولا خليني أتوجه بالشكر كممثل القطاع الخاص في هذه الجلسة لدولة رئيس الوزراء والحكومة على وثيقة ملكية الدولة. الحقيقة يعني الهدف من الوثيقة واضح جدا، إن احنا نحد من اللغط اللي موجود وبيقال من تداخل الدولة مع القطاع الخاص. وأعتقد إن هذه الوثيقة حطت خريطة طريق عن أهداف الدولة، عن مدى تدخلها في القطاع الخاص وفي الاقتصاد بصفة عام. فخلينا نتفق هنا كقطاع خاص وحكومة على وحدة الهدف. الحقيقة الوسائل قد تختلف، ولكن الهدف هو واحد، وهو أعتقد من هذه الوثيقة هو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته، لأنه ما فيش شك أن القطاع الخاص خلال السنوات العديدة الماضية لديه العديد من القدرات في خلق فرص العمل وإضافة للناتج القومي. الحقيقة أنا هتكلم بصفة خاصة عن الصناعات الغذائية التي أنتمي إليها، ولكن العديد من المحاور اللي أنا هتطرق إليها ستخص أيضا صناعات أخرى. كلنا عندنا هدف اللي أعلنه فخامة الرئيس بزيادة الصادرات المصرية لمئة مليار دولار، وأتفق مع الكثير الذي تحدثوا قبلي في جلسة الأمس بأن هذا الرقم ليس بعيد المنال، وأقدر أقول إنه قطاع الصناعات الغذائية قاطرة لهذا النمو المرتقب، وأثبت إنه خلال حتى جائحة كورونا تمكن من أن ينمو 19% برغم كل الظروف المحيطة اللي كانت موجودة. ولكن كأي قطاع آخر تأثر نتيجة الأحداث العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وما كان لها من تبعات في التدهور الكبير والاضطراب الكبير اللي حدث في سلسلة الإمداد، فأدى إلى انخفاض قيمة الصادرات. ولكن الحقيقة إحنا كقطاع عندنا 70 سلعة بيتم تصديرها للعالم عن طريق 2198 مصدر بيشتغلوا في السوق المصري. الحقيقة وبدأنا نتميز في بعض المنتجات الكثيرة زي الفراولة المجمدة، زي الزيتون، زي البصل المجفف، وهتكلم باستفاضة شوية عن هذه. فأنا عايز أقول إن الصناعات الغذائية تمتلك كل المقومات، ولكن هناك العديد من الإجراءات والحوافز التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد لزيادة الصادرات. ولكن هناك حاجة ملحة لوضع سياسات صناعية، هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية للصناعة في مصر للسنوات العشر القادمة. وهذه الاستراتيجية وهذه التشريعات ما تتغيرش بتغير الوزراء، وده مطلب مهم جدا، لأن السياسة يجب أن تكون ثابتة دون اعتبار من ينفذ هذه السياسة. ولأن احنا ده اللي احنا بنشوفه فعلا خلال السنوات العديدة الماضية، إن مع كل وزارة الرؤى بتختلف والسياسة بتختلف، وبالتالي بيعمل اضطراب كبير للصناعة. ومهم جدا زي ما منير بيتكلم برضو على التنسيق بين الوزارات، لأن احنا بنلاحظ أيضا كقطاع إن هناك التداخل كبير وكثير بين الوزارات المختلفة.
الحقيقة البنك الدولي عمل دراسة تشخيصية في 2020 للقطاع الخاص المصري، تناولت بعض المعوقات التي تواجه الصادرات، ويمكن من أهم التحديات كانت البنية التحتية والإجراءات والتسويق. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، البنية التحتية، الإجراءات والتسويق. التسويق أحد الأدوات المهمة جداً للترويج للمنتجات المصرية، زي ما احنا بنروج للسياحة وشفنا حملات ترويجية ممتازة الحقيقة في القنوات الدولية. يجب أن احنا نركز على تسويق المنتج المصري أيضا. الحقيقة هناك العديد من المعوقات الأساسية التي تواجه القطاع بصورة عامة. باشمهندس هاني، التسويق منتج يمتلكه مستثمر خاص، تطلب من الدولة إيه في هذا الإطار؟ لأن المنطق يقود إلى أن يعني صاحب السلعة هو أولى الناس بالترويج ليها حسب الفهم العادي ليها. تمام يعني. يا فندم، أنا أقصد هنا بتسويق منتج ليس له علامة تجارية. يعني حدي مثل الفراولة المجمدة. النهاردة مصر أكبر مصدر فراولة مجمدة في العالم. صادراتنا لغاية شهر أغسطس اللي فات 257 مليون دولار. وأقدر أقول لحضرتك بكل ثقة هنا إنه هذا الرقم يمكن مضاعفته بمنتهى السهولة. فأنا أقصد هنا تسويق المنتج الفراولة المصرية، ستروبري فروم إيجيبت. أنا مش جاي أقول ستروبري بتاعت إكس أو واي أو زد خالص، ده هو اللي أنا أقصده من الحديث بتاعي. الحقيقة من الحاجات اللي أنا اتكلمت عليها برضو هو وزملائي أيضا يتكلموا، ضعف التنسيق بين الوزارات والهيئات. احنا بنلاحظ كتير جدا كقطاع خاص تضارب الاجراءات، ويمكن انا ذكرت موضوع الفراوله. النهارده هناك تضارب بين احد الهيئات في وزاره الزراعه وبين وزاره الصناعه، قد يعوق تصدير الفراوله في القريب العاجل. فانا بطالب يعني انه يبقى في تنسيق كامل عشان نغتنم الفرصه. هو الهدف هو اغتنام الفرصه وليس خلق المشاكل. الحقيقة اللي بنلاحظه برضو أيضا كقطاع خاص إن إحنا بنفاجأ بإجراءات ورسوم بشكل مفاجئ وعشوائي. أنا يعني اسمحوا لي إن أنا أقولها بمنتهى الشفافية، يعني فرض الإجراءات والرسوم على القطاع الخاص بدون سابق إنذار بيعمل خلل في النشاط، وليه أثار سلبية كبيرة جدا. الأثار السلبية دي بتأثر على ثلاث حاجات، بتأثر على الإنتاجية لأن بتعمل بلبلة في سلسلة الإمداد والإنتاج عندنا، أي إجراء بيتاخد في إتاحة، وبالتالي بيأثر على إتاحة المنتجات المصرية عالميا وفي التصدير إن كان سوق محلي أو تصدير. الثالث اللي احنا كلنا بنتكلم عليه وهو تنافسية القطاع الخاص، تنافسية المنتج المصري. وانا اتكلمت يمكن عن موضوع الفراولة برضو في إيجاز عشان ما طولش ونطلع ببعض الحلول المقترحة، لان زي ما قلت لحضراتكم في البداية انه هدف المئة مليار ليس مستحيل. فاحنا لينا رؤية كمجلس تصديري وكقطاع صناعات الغذائية في حلول. هناك ثلاث حلول ممكن نشتغل عليها. عندنا حلول عاجلة ذات مكاسب فورية، دي ممكن نحققها على طول النهاردة ببعض الإجراءات السريعة جدا. عندنا حلول ذات تكلفة منخفضة ولكن تأثيرها هيكون كبير جدا، ودي من ممكن نحققها في العام المالي 2023. وأنا بضم صوتي الحقيقة للدكتور محمود محي الدين اللي قال يا ريت إن إحنا السنة المالية للدولة تتماشى مع السنة الميلادية، لأن عشان نبقى شايفين الدنيا ماشية إزاي. وعندنا حلول استراتيجية. الحلول الاستراتيجية دي بنتكلم على المدى المتوسط إلى الطويل، ودي تبقى ضمن الاستراتيجية اللي أنا اتكلمت عليها من شوية، تبقى ضمن استراتيجية الصناعة. أنا مش عايز أخوض في
مش عايز أخوض في الحلول لأنها ممكن تاخد شوية وقت، إنما إن شاء الله هنقدر نعرضها على منصة المؤتمر برضو. لكن عندنا الإعفاء الفوري للمعدات والماكينات النهاردة، عشان نزود صادرات محتاجين نزود إنتاج، محتاجين نزود استثمار. يجب أن الآلات والمعدات تخرج من منظومة الاعتمادات المستندية، لأن النهاردة ما فيش أي مستثمر هيقدر يجيب معدات أو آلات إلا ما يفتح اعتماد، والبنوك ما بتفتحش اعتمادات، وبالتالي لن يكون هناك استثمار، وبالتالي لن يكون هناك تصدير. يعني خلينا نحطها كده بوضوح. يعني أنا هتكلم على بعض التكلفة المنخفضة والتأثير المرتفع. هتكلم على دعم المعارض، سرعة صرف دعم المعارض، وهتكلم هنا برضو على مصداقية الدولة. وإحنا في هذا الحوار بنتكلم بشفافية. إحنا كمستثمرين مصريين هنستحمل لو الدولة قالت لي أنا هدي لك دعم 15% وهتديهوني بمبادرة 8%. هنقول إحنا حاسين بظروف البلد وعارفين المشاكل. ولكن هناك أيضاً قطاع كبير جداً من المستثمرين الأجانب، شركات أجنبية جت وعارفة أنه هتاخد دعم 15% ثم تفاجأ أنه 8% بمبادرات. احنا عارفين الظروف، يعني لن أتحدث ولن أطيل في ذلك، ولكن أنا بتكلم عن المصداقية. يفضل أن احنا نقول من أول يوم 8% عن أن أنا أقول حدي لك 15 واخد 8. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين أن احنا نشتغل عليها. أنا مش عايز أطيل أكتر من كده، ولكن هأختم بضرورة وجود استراتيجية للصناعة. بدون استراتيجية واضحة ثابتة دون تغيير، طبعاً التغيير يبقى في حدود المعطيات والظروف الداخلية والإقليمية اللي بتحيط بينا، ولكن بدون استراتيجية واضحة هنفضل نروح ونيجي ونكرر الكلام دون تنفيذ. شكرا دولة الرئيس. شكرا جزيلا باشمهندس.